حالة إذا تم انتخابك كعمدة لمدينة مكناس، شنو هو أبرز قرار غادي تتخذه في هذا الإطار؟ هذا السؤال كبير شوية. انتخاب كعمدة ماشي من السهل، أولا خصوصا بأن المسؤولية ديال العمدة هي مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، ومسؤولية مدنية، ومسؤولية يجب تحلي والتمكين من مجموعة ديال القضايا اللي تتهم التنمية البشرية، واللي تتهم خص الإنسان تكون عنده خبرة ودراية بالتسيير الجماعي وبالتسيير المحلي، والاهتمام كذلك بالقضايا ديال الشأن العام اللي هو شأن أساسي في التدبير ديال المدن ديالنا، لهذا الشيء اللي تينعكس إما سلبا أو إيجابا على المستوى المعيشي للساكنة. فالقضايا التدبيرية والمسائل التدبيرية اللي لفات المطروحة تطلب واحد الجهد، وتطلب واحد الاعتناء، وتطلب واحد التمكن من المسارات التنموية، وتطلب كذلك الإشراك وتطبيق ونهج ديمقراطية تشاركية وانفتاح على كل الفعاليات وكل الطاقات من أجل إرساء مخطط تنموي يليق ويتماشى مع متطلبات الساكنة، خصوصا مع الإشكالات المطروحة على المستوى التدبيري، الميزانيات التسييرية اللي قد تكون ميزانيات اجتماعية وتتراعي وتهتم بالقضايا الاجتماعية بالمدينة، كذلك البنية التحتية المراد إرسائها، بالإضافة للقضايا اليومية ديال المواطنين والاهتمام بها باهتمام صحيح، كذلك الاهتمام والانكباب على القضايا والمشاكل التي تصعبها المدينة، وإيجاد الحلول المناسبة لها تدبيريا وماليا واجتماعيا، كذلك الحوار مع كل الفرقاء، وهذا أساسي خصوصا على مستوى الانفتاح الفعاليات سواء المدنية أو الاجتماعية ولا المجتمع المدني، من أجل أخذ صورة ومن أجل الاطلاع على كل القضايا والمشاكل التي تعيشها المدينة، باش تكون عندك واحد الصورة شمولية للقضايا المطروحة بالمدينة. كذلك لابد من إرساء واحد التدبير تشاركي باش من إشراك الجميع، لقاش الإنسان بوحدك ما يمكنش تلم وتجمع كل القضايا اللي مطروحة على المستوى التدبيري، الانفتاح على كل الفعاليات، اعتماد الشفافية التدبيرية والشفافية التدبيرية على مستوى التدبير اليومي، على مستوى تدبير الميزانية، على مستوى المشاريع، على مستوى التوجهات العامة والخطط والمخططات التنموية اللي يمكن إرسائها. كذلك هناك مجموعة من القضايا اللي تتهم النهوض بالمدينة على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي إلى غير ذلك من التنشيط الداخلي للمدينة، باش ما تكونش مدينة ميتة، تكون مدينة متحركة، مدينة حية. كذلك الاهتمام وعقد لقاءات تشاورية ودورية مع الساكنة والفاعلين المدنيين، والاهتمام بالجانب الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين، وهذا أساسي وضروري، تلقوا بأن مجموعة المدن تفتقد لهذه الفضاءات المهتمة والمعتنية بالمسنين وكبار السن، خصوصا دور الاستقبال الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومن جملتهم كذلك المسنين اللي بعض الخطرات الظروف الاجتماعية اللي تحتم علينا نهتموا بهذا المجال، بجانب الاهتمام كذلك بجانب التكويني وجانب التعليمي، وإرساء فضاءات مساحات خضراء، مسألة الشغل بالنسبة للشباب، والاهتمام بالفضاءات البيئية والأمن بالمدينة. القضية الطرقان، قضية الإنارة، قضية ديال النظافة، لأن مكناس راه ما ندار فيه والو شي، مكناس راه في الحق راه خدا العصا، راه مشكل الناس خداو العصا، وبالأخص الأسواق تقريبا كلهم تسدو، باش تهبط تدخل على الهديم، ميمكنش تدخل السكاكن، باش تدخل البابجي ميمكنش تدخل البزاجين، راه مشكل صعيب، تدخل الأجلال، شارع الملاح مقطوع، لأن الطرق كلهم مقطوع، لأن السيد اللي غيتحمل المسؤولية خصو يشوف معايير الرحمة في هاد الساكنة وفي المواطنين. لان مكناس الحمد لله راه ناس موالي طيبين، ومكناس بارك الله ديال الفلاحه، ولكن اللي طلع خصو يكون في المستوى، خص سيدنا الله ينصرو خدام، هو صيف تقريبا مكناس ما يزيد على 80 مليار، ماشي سهله، ولكن خص الامناء المخلصين هما اللي خصهم يكونوا في المستوى يعاونوا سيدنا الله ينصرو. حنا الحمد لله على بلادنا والحمد لله على الوطن ديالنا. انا درت واحد الزياره الحق، مشيت لتونس قبل في 2019، لأن الحمد لله مشينا لقينا مشكل كبير، قال لك الحمد لله على الملك ديالكم، الحمد لله على المغرب ديالكم، قال لك حنا الحمد لله الملك اللي قبض العصا بيدو، قال لك هنا كل من هب ودب هنا في تونس بغى يشدها، قال لك الحمد لله على مالكم، على الوطن ديالكم، على المغرب ديالكم، قال لك حنا زرنا ذاك العمده ديال القنطه ومشينا عنده، قال لك انا زرت الرباط ومشيت لطنجه ومشيت لقنيطره، الحمد لله قال لك المغرب غادي مزيان الحمد لله، قال لك يعني الخدمه ديال سيدنا الله ينصرو. الناس كدا خدام، ولكن خص الامناء المخلصين يكونوا معاه بصراحه. وهذا حتى هي
خص لي عاون. اما بالنسبه للاسواق الدوليه الشريف عندنا، مشيت حتى لاسبانيا، مشيت لبلجيكا، مشيت لفرنسا، لان لقينا اسواق دوريه. مشينا لواحد لوطو كارون، واحد بلاصه سميتها اجل العماله، كيعطينا نهار، نهار كورس الماري، نهار مرمان، نهار كاستا المورو، نهار ستاندي لفراد، لان تقريبا السيمانه كلها مفرقه، كيجيو مع 8 ديال الصباح مع جوج كيمشيو بحال، كتجي النظافه، كتجي البومبيه كتسيق داكشي كانه ما كان حتى شي واحد تما. حنا كنا بهذه الطريقه باش ننجح، باش ننجحوا مع المغرب المغرب بهذه الطريقه، ولكن ما مشاوش معنا. حنا كغرفه اقترحناش. اتمنى ان حزب الاستقلال قد يكون في سير هذه المدينه. عندنا من التجربه ومن الكفاءه ومن الخبره ومن الاطر اللي قدوا يجيبوا لهذه المدينه الشيء الكثير والكثير جدا، ويمكنهم يعطيو المدينه لانهم تربوا فيها وكبروا فيها وتيعرفوها مزيان، يمكن لهم يغيروا على الاقل يغيروا المعالم ديالها وغيروا الجوده ديالها وتولي مدينه يمكن لها تجلب المشاريع، يمكن لها تتوجد. لاننا اليوم حنا خصنا اولا في مدينه مكناس، هذا هو المشروع اللي يمكن حزب الاستقلال الى مشى تسيير المدينه، واننا نفتحوا على شي طريق اما على البحر اما على الشمال، لان ضروري خصنا لوتوروت طريق السيار، لان هي باش يمكننا نستقطبوا مستثمرين جديد ونحاربوا البطاله. مجموعه الاشياء اللي يمكن هذا هو الاولى من الاولويات، هو اننا مكناس نفتح على شي منفذ بحري باش تجلب الاستثمارات وتهيئ مجموعه نتاع المراكز السوق العمل.